ما تبلى لتشوط من بعدك يا عم الحقري. لك تسلمي، أنا رح أمر على بيت أخي وقل لهم إنه أنا وافقت أعطي أنيس لزاهية. وما فعلت غير عين الصواب. وبدي حل مشكلة ابن أخي شكري مع أبو قاسم وخايف خجلني. إيه معلوم بده يخجلك، معلوم. شو عم تحكي؟ هذا ابن أخوك واحد مسطول والعياذ بالله. إيه علي ما علي، لو كان عندي عنزة إيه ما بجوزه إياها ولا بعطي إياها. هات شبل الكب، شبل الكب وما في منه رجا. لا في شيء من الشيء هاد، بس يعني هو بيضل ابن أخي، مشان هيك إذا زر كان أبو قاسم بدي إياكي أنت تتدخلي مشان ما يخجلني قدام رجال. فهمتك فهمتك، خلص أنت حكي معه، وإذا تنح وتحيوان أنا بتدخل لعيونك. طيب توكلنا على الله.